تظل مشكلة الصرف الصحي إحدى أكبر المشكلات والعوائق التي تواجه المواطنين بحضرموت، وما خلفه إعصارية شابالة وميغ الذي ضرب سواحل حضرموت أكبر دليلا على هشاشة البنية التحتية. الإعصار أحدث أضرار كبيرة في البنية التحتية، نتج عنها تفشي للأمراض والأوبئة ليتصدر المشهد ويؤرق المواطنين، كالحمى الوبائية والفيروسية التي أودت بحياة العديد من المواطنين وأصابت الآلاف. نعاني من المجاري، نعاني من النجاسة، نعاني من الأوبئة وانتشار الأمراض، الحمى الضنك وحمى الملاريا. فلهذا السبب ننظر للجهات المعنية في النظر في هذا الموضوع، ونعاني لسنين عديدة من هذا الأمر. ويشكو المواطنون الإهمال الكبير من قبل السلطات لإيجاد حلول لمشكلة المياه الراكدة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة، ناهيك عن عرقلة حركة السير. نعاني يوميا من طفح المجاري المستمر بسبب أولا أن الشبكة الحالية أصبحت خارج الجاهزية بحكم أن الأقطار كان عند التأسيس قبل أكثر من 18 سنة بوضع معين، وأصبحت الآن زيادة في السكان لم تصاحب هذه الزيادة. بالمقابل المكاين الضخ، لأنه المشروع قائم على برنامج إعادة الضخ من المحطة النهائية. جهود ضئيلة تلك التي تبذلها الجهات المختصة يتحدث عنها المواطنون ممثلة بمؤسسة المياه والصرف الصحي لتفادي حدوث كارثة بيئية بمختلف مناطق وادي حضرموت. نحن في منطقة حضرموت نعاني من المجاري ومن الشوارع تتبند، ونعاني من كل أمور، يعني خصوصا ناحية المياري هذه نعاني منها بشكل كثير يعني. وبالرغم من الإمكانيات البسيطة والمحدودة، إلا أن القائمين على هذه المؤسسة يبذلون جهودا جبارة من خلال عمليات الشفط المستمرة لمصادر المياه الراكدة. تظل مشكلة الصرف الصحي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين وتنذر بكارثة بيئية إن لم توجد لها حلولا عاجلة. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.